ما لا يخفاكم، انا ما عمري ما كنت يعني سفياني 100% يعني من الناحيه الفنيه. نهار يعني شفت على انه خصني لقيت جميع الافق تسدات ما بينه، ما كاينش اللي يجي معايا، فاضطريت نمشي لاقاليم اخرى كفاس وكالشفشه وكطنجه، لانه طنجه حفظت فيها كثير من المستعملات الصوفيه والاندلسيه، وعلى راسها يعني الانشاد المعلوم ديال العشاق للحن المرحوم الاستاذ المقتدي رحمه الله السي العبي السيار. كنت انا من الناس اللي جيت لطنجه وجلست طنجه باش نحفظه، وحفظته على يد السي المنشد المقتدي الطنجاوي سيدي بن سوده، فجيت لطنجه باش نحفظ انشاد من طنجه، وهذا على عمري دليل كبير على مدى الالتحام ومدى المحبه اللي كنحب هذه المدينه السعيده والفنانين ديالها الاندلسيين بالاخص.